هل السمك فقد الإحساس بالألم؟ هل السمك لا يتألم؟ طب هل السمك لا ما بيحسش؟ ما عندوش إحساس؟ يلا نشوف. ما نقدرش نقول إن في كائن على وش الأرض ما فاقد الإحساس، لأن الإحساس عبارة عن نبضات بتروح للمخ بتقول له هنا في ألم، هنا في حر، هنا في برد، هنا في كذا. فالتنبيهات دي أي كائن حي لازم يكون فيه إشارات في المخ بتصدر، عبارة عن أطراف عصبية، عن نواقل. النواقل دي موجودة في كل إنسان بمختلف أشكالها ومختلف مهامها. فحتة فاقد إحساس دي ما فيش حيوان على وجه الأرض فاقد الإحساس، لكن نقدر نقول فاقد الألم، فاقد الإحساس بالألم. مش معنى كلمة فاقد الإحساس بالألم علشان خاطر مراكز الألم في المخ ضعيفة للأسماك، لأن الأسماك يمتلك قشرة مخية غير متطورة. إحنا عندنا كبشر عندنا قشرة مخية متطورة، لكن الأسماك القشرة المخية بتاعتهم غير متطورة ويفتقدوا مراكز الألم في المخ. طبعا في أبحاث كتير جدا اتكلمت إن السمك لا يتألم. طبعا هي الأبحاث الأغلب والأكثر أبحاث معظم الجامعات بتقول إن الأسماك لا تتألم أو فقد مراكز الألم في المخ بسبب إنها تفتقر لقشرة مخية غير متطورة. طب إحنا لو جينا بالمنطق كده، السمك لا يذبح، ربنا سبحانه وتعالى ما امرناش بذبح السمك، يبقى السمك لا يتألم عشان كده لا يذبح. دي لو احنا خدناها شيء بديهي بالعقل كده فكرنا فيها، ليه السمك ما بيتذبحش وبنسيبه يموت وبناكله ميتا من غير ذبح؟ دي نقطة كويسة جدا وبرضه محتاجة تفكير فيها أو محتاجة بحث وراها. طب تاني نقطة مهمة جدا، إن السمك لو احنا قلنا عليه بيتألم، السمك بتنسى فيه جلب أو صنار ويرجع ياكل تاني وبقه فيه صنار. قالوا أصل هو السمك بينسى، دي يعني من ضمن كلام الاساطير، قال لك السمك بينسى فناسي الجلب وروح ياكل تاني. هو هينسى الالم اللي في بقه؟ يعني هو المفروض ان هو يتالم فما ياكلش عشان بيتالم، مش عشان خاطر ان هو نسي جلب في بقه. فمن هنا جت حته ان السمك الرز ذقيره بياكل وبقه جلب، لكن نسوا ان السمك لا يتالم. طب في ابحاث اتعملت على الاسماك وحقنوا الاسماك بمواد، وبالمواد ديت اكتشفوا ان الاسماك لا تتالم. وابحاث ثانيه جت حقوقيه للاسماك قالت ان الاسماك تتالم، لكن الابحاث الاغلب اللي موجوده الاسماك لا تتالم، واحنا ما بنذبحش السمك عشان السمك لا يتالم. طب حد قال السمك ليه بيطلع بره المايه وبتنفط تلاقي سمكه منفوضه وتحس ان هي بتتالم؟ السمك لما بيطلع بره المايه بياخد نسبه اكسجين عاليه جدا، فبيجي له حاجه اسمها تسمم اكسجين. الاسماك عندها حاجه اسمها مثانه العوم، المثانه دي تبقى موجوده في الحته دي كده. المثانه دي كل ما بتغير طبقه المايه تطلع لفوق الاكسجين بيزيد، كل ما بتنزل تحت الاكسجين بيقل. كل سمك عايش على درجه اكسجين معينه، فالسمكه بتطلعها من تحت بتاخد اكسجين زي ما بيسموه كده سك، اكسجين جامد جدا، فطبعا بيخش جوه السمكه، فالسمكه بيجي لها حاجه اسمها تسمم الاكسجين، فتبتدي تضخ الدم بتاع جسمها. الدوره الدمويه بتاعت السمك او الجهاز الدوري بتاع السمك عباره عن عمليه دوريه كده وبيتصل بالمخ، فيبتدي ياخد الدم اللي في مخه كله، ويبتدي تلاقي السمكه بيسموها بالبلدي باللغه الدارجه بتزفزف كده، تلاقي السمكه عماله تترعش 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 جامد عشان خاطر تطلع اكبر كميه دم المخ عشان تعادل اللي بيحصل لها الحاله بتحصل لها من عمليه تسمم الاكسجين. لان عندك مثانه العوم دي كل ما الاكسجين بيزيد فيها كل ما الغازات بتزيد فيها وبتنتفخ، فهي بتحس بالايه؟ بالالم. حتى تلاحظ ان السمكه اللي هي عايشه تحت في الشعب او عايشه على عمق كبير ومسكت العوم بتاعتها كبيره، تلاقي غليظه كده وكبيره، بتطلع من بقها منتفخه وبتلاقي السمكه طالعه خلصانه خالص، ما بتقدرش انها ترفرف او تزفزف لان الغازات ممتلئه في مسانه العوم، ومسانه العوم عامله لها عمليه حاجه اسمها تسمم اكسجين ومختنقه تماما. لكن السمك اللي عنده مسانه عوم صغيره زي التونه وزي السمك اللي هو العايم، بتلاقي السمكه طالعه برضه عماله ترفرف جامد ويعني تحس ان هي قويه مش ضعيفه. كل مسانه العوم بتاع السمكه تبقى اكبر كل ما هتلاقي السمكه تختنق اكتر ويجي لها تسمم اكسجين اكتر. فده ياخدنا يودينا للموضوع ده مهم جدا، ايه موضوع الم السمكه؟ السمكه لا تتالم، ولو كانت تتالم كربنا سبحانه وتعالى كان امرنا بذبحها، ربنا رحيم على مخلوقاته كان امرنا بذبح السمكه. ولو السمكه تتالم كانت السمكه ما نسيتش جلب في بقها وراح اتكلت جلب تاني، والسمكه لو كانت تتالم ما كانش طلعت ابحاث، ملايين الابحاث طلعت قالت السمك لا يتالم، والسمك يفتقر الى القشره المخيه الغير متطوره، والسمك يفتقد مركز الالم في المخ. تحياتي لكم.